بعد اتهامه بالتحرش من هو صلاح التيجاني شيخ المشاهير. تصدر اسم الشيخ صلاح الدين التيجاني ترند محرك البحث جوجل، وذلك عقب اتهام احدى الفتيات له بالتحرش بها وارسال صور اباحية عبر محادثة خاصة بينهما. هو صلاح الدين محمود ابو طالب التيجاني، فقيه ومحدث ومقرئ، وله العديد من المؤلفات في مختلف علوم الشريعة الإسلامية والتصوف. ولد صلاح الدين التيجاني يوم الخميس 25 من شهر ذي القعدة سنة 1377 الموافق 12 من يونيو سنة 1958 بحي السيدة زينب بالقاهرة، وكان أحد شيوخ الطريقة التيجانية بمصر، حتى أصدر الشيخ محمد الحافظ التيجاني في عام 2000 قراراً بفصله بسبب محاولاته المتكررة الانقلاب عليه وأخذ الطريقة منه. عقب فصله من الطريقة التيجانية أسس الشيخ صلاح الدين التيجاني الزاوية التيجانية بمدينة إمبابة في محافظة الجيزة، وأعلن تدشين الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة، وقدم أوراقها إلى مشيخة الطرق الصوفية طالبا اعتمادها. ومن جانبه رفض أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية اعتماد الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة بسبب ما وصفوه بمخالفة صلاح الدين التيجاني الأعراف والتقاليد الصوفية، وطلبوه بالاعتذار لشيخ الطريقة التيجانية والعودة إليها، ولكن صلاح الدين رفض الامتثال لمطالب المجلس الأعلى للطرق الصوفية. يعد صلاح الدين التيجاني شيخا للمشاهير أمثال فيفي عبده، سمية الخشاب، أحمد سعد، علاء مرسي، نشوى مصطفى، والكاتب عمر طاهر وغيره. ويقول البعض أن الشيخ صلاح الدين التيجاني كان سببا رئيسيا في زواج الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، خاصة أن الفنانة سمية الخشاب أكدت ذلك في ذلك الوقت أن هناك روحانيات مشتركة تجمعهما بالفنان أحمد سعد بسبب اتباعها للشيخ صلاح الدين التيجاني.